بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نقطة الانطلاق في طريق الاستقامة، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنها لفرصة طيبة أعرب لكم فيها عن سروري واغتباطي بلقياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وهذا البلد الأمين من شر كل ذي شر، إنه هو أرحم الراحمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، إن الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد أن يعطيها إلا الله عز وجل، وهي أثمن نعمة يمكن أن يحصل عليها العبد في دنياه، أن يهديه الله الصراط المستقيم. وإذا اهتدى العبد سار في طريق الاستقامة، فالهداية هي نقطة الانطلاق في طريق الاستقامة. فإن العبد إذا صار مهدياً عمل الخيرات واشتغل بالطاعات وابتعد عن المحرمات، فيصبح سالكاً لطريق الاستقامة. إن الهداية إذن هي نقطة الانطلاق، هي أمر له ما بعده، وينبني عليه كثير من الأمور. وهذا هو عنوان المحاضرة لهذه الليلة، نقطة الانطلاق في طريق الاستقامة. نقطة الانطلاق مهمة جدا، لأنها تغير مسار الشخص. وعندما نستحضر في أذهاننا صوراً من بعض الصحابة الذين دخلوا في الدين وأسلموا، كان إسلامهم وهو نقطة الانطلاق بالنسبة لهم، كانت نقطة انطلاق عظيمة، لأن الشخص يتغير كيانه ويتغير اتجاهه. فإذا فكرنا مثلاً في حال بعض الصحابة الذين أسلموا بمكة ورجعوا بعد إسلامهم هداة إلى قومهم يهدون هداية الدلالة والإرشاد، لعل الله أن يرزق أولئك الأقوام والقبائل هداية التوفيق والإلهام، فيكونون سبباً لإدخال الناس في دين الله، فيؤجرون الأجر العظيم. يسلم يهديه الله فينطلق للعمل الإسلام، ينطلق للتفقه في الدين، بل إنه ينطلق للجهاد في سبيل الله، وينطلق لمفاصلة الكفار وإعلان البراءة منهم. وما حدث لثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، ما حدث لثمامة ابن أثال رضي الله عنه لما أسلم بعد 3 أيام التي كان مقيداً فيها في المسجد، يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ويسمع قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن بذلك الصوت الخاشع، وينظر إلى التعامل الذي يتعامل به المسلمون مع نبي صلى الله عليه وسلم. إنه يرى يومياً حياة عملية منبثقة عن دين الله. ماذا حدث لما أسلم ثمامة؟ انطلق
ليفاصل الكفرة، استأذن في عمره وذهب إلى كفار قريش ليعلن مقاطعة اقتصادية لهم: ما يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحاضرة أيها الإخوة هي إكمال لمحاضرة سابقة بعنوان بين الهداية والانتكاس. أذكر في مطلع هذه المحاضرة ببعض النقاط. الهداية التي هي نقطة الانطلاق كما قلنا من الله عز وجل، ولذلك نحن ندعو ربنا يوميا عدة مرات ونقول اهدنا الصراط المستقيم، نطلب الهداية من الله. فإذا قال إنسان أنا مستقيم على الدين فلماذا أطلب الهداية؟ نقول إن طلب الهداية للمهتدي، طلب الهداية من قبل المهتدي يطلب من ربه الهداية فيها فوائد، فمن ذلك تثبيته على الهداية، لأن الإنسان قد يهتدي ثم ينتكس فيسأل الله أن يثبته على الهداية، وكذلك أن يستزيد من الهداية، فإن الهداية مراتب. الهداية مثل الإيمان مثل العلم، هي مراتب. فإذا اهتدى العبد وصار في مرتبة من مراتب الهداية يسأل ربه المزيد من هذه الهداية، والجنة درجات. فمن صار في الإيمان والعلم والتقى في المراتب العليا صار في الجنة من أهل المراتب العليا. وقالت عائشة رضي الله عنها إنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم مرة من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذه التقوى والتزكية هي الهداية من الله سبحانه وتعالى، لا أملكها أنا ولا أنت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الذي يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية منة من الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا اغتر الداعي يوم من الأيام بنفسه فليتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، من عليكم بالهداية. فلا تحتقروا الناس، لا تستصغروا الناس، ولكن تذكر إذا رأيت عاصيا أنك كنت يوم من الأيام مثله وربما أشد. إن هذه النظرة تسبب الرحمة والشفقة بالمدعو، وهو أمر مطلوب لنجاح الدعوة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا. رواه البخاري. هذه كلمات عامر بن الأكوع رضي الله عنه ورحمه، التي أسمعها لبعض المسلمين في طريق السفر. إن الأنصار لما عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما عاتبهم على ما وجدوا في أنفسهم تجاهه عليه الصلاة والسلام، لما أعطى قريشا ما أعطاهم والمؤلف قلوبهم، قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فإذا هدى الله أولئك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام سببا عظيما، والهداية من الله. وأعظم منا على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. بل إن أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والهداية ليس لها طرق محددة تأتي من خلالها، بل ربما تحصل بطريقة غير متوقعة. بعض الناس ذهبوا إلى بلاد الكفر ليزدادوا في الضلالة، فإذا بهم يرجعون هداة مهتدين. الهداية شيء من الله، لو اجتمع أهل الدنيا على أن يهدوا شخصا ما هدوا، وقد يكون بين الكفار فيهتدي. من الذي هداه؟ هو الله عز وجل. نعم، إن للهداية أسبابا، فالعلم الشرعي سبب للهداية، الدعاء سبب للهداية، المجاهدة سبب للهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والالتقاء بالناس الطيبين الخيرين هو سبب للهداية. وهذه الهداية قد تقع بسبب شخص يجعل الله الهداية عن طريقه، وقد تكون من الله سبحانه وتعالى مباشرة دون أن يكون هناك سبب من شخص موجود. والهداية قد تأتي للشخص تدريجيا، يتغير حاله شيئا بعد شيء حتى يصل إلى الاستقامة، وقد تحصل له فجأة، يتغير في ثواني، يقذف الله في قلبه نورا فيتغير في لحظتها وينقلب حاله، أو يرجع في الحقيقة للاستواء بعد أن كان منقلبا منكوسا. من الأمثلة على دخول الهداية تدريجيا ما حصل لجبير بن مطعم، وكان من جملة أسارى بدر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، أول ما سكن وثبت. قال ابن كثير رحمه الله: فكان سماعه هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء من العدم، أم هم الخالقون لأنفسهم، أم هم الذين خلقوا السماوات والأرض، فهو يناقشهم مناقشة قوية. قال ابن كثير رحمه الله: فكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة، يعني هذا سبب، هذا شيء من الأشياء، عامل من العوامل. فكان سماع هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. قد تكون الموعظة أو الخطبة أو الشريط أو الكتاب الذي يقرأه ونحو ذلك، هذا الآن نقطة، هذا عامل من العوامل، لكن ليس تأثيره قويا بالدرجة الكافية التي تغير الشخص، لكن تجتمع النقاط فيمتلئ الكأس. كلمة مع خطبة مع موعظة مع شريط يستمع إليه مع شيء يقرأه مع حادث يحصل مع رؤية ونحو ذلك، يتغير حال الشخص، مع جيرة طيبة، مع تعهد وتفقد من قبل الدعاة إلى الله. وحصل في عهد السلف رحمهم الله حوادث كانت فيها معالم دعوية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في كيفية التسلل إلى النفوس والتأثير في القلوب. ومن ذلك ما حصل لزاذان أبو عمرو الكندي أحد العلماء الكبار، تاب على يد ابن مسعود رضي الله عنه،
قال زاذان: كنت غلاما حسن الصوت جيد الضرب بالطنبور وهو من آلات له، فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم. هذا فتى لاهي لاعب، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون من كبار العلماء، فلابد من نقلة، لابد من نقطة انطلاق لكي يمسك هذا الشخص بدرب الاستقامة ويصل وهو يمشي فيه ويسرع الخطى إلى رتبة العلماء الكبار. فكنت مع صاحب لي وعندنا نبيذ وأنا أغنيهم، فمر ابن مسعود فدخل وضرب الباطية، يعني إناء الخمر، فبددها وكسر الطنبور، ثم قال: لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت أنت. لو كان بدلا من صوتك بهذه الأغاني مع آلات اللهو، لو كان هذا الصوت الحسن الذي تستعمله في المعصية لو استعملته في القرآن لكنت أنت أنت، لكنت أنت الرجل العظيم وأنت الشخص المبارك، لكنت أنت 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 بالمنزلة الرفيعة. ثم مضى. فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود. فألقي في نفسي التوبة، فسعيت أبكي وأخذت بثوبه، فأقبل علي واعتنقني، فاعتنقني وبكى وقال: مرحبا بمن أحبه الله، واجلس. ثم دخل وأخرج تمرا، إلى آخر القصة. والقعنبي المحدث المشهور كانت هدايته على يد شعبة بن الحجاج. قال أحد أولاده: كان أبي يشرب النبيذ ويصاحب الأحداث، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، ينتظر أصحاب السوء قرناء السوء. فمر شعبة على حماره، وكان شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث في عصره، والناس خلفه يهرعون، طلاب الحديث يسرعون وراء شعبة لكتابته. فقال: من هذا؟ قيل: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ أي شيء شعبة؟ لماذا هذا التجمهر حول هذا الرجل؟ قالوا: محدث. فقام إليه وعليه إزار أحمر، ومعلوم أن لبس الأحمر الخالص للرجال منهي عنه، لكن هذا كان شابا ماجنا، لكن لما سمعوا يقولوا محدث جرى وراءه، فقال له: حدثني. فقال له شعبة وقد رأى هيئته ولباسه: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. العلماء كانوا ينتقون الأشخاص الذين يضعون عندهم العلم، ما كانوا يضعون العلم عند فاسق يستغله في معصية الله أو يخدع به الناس، يرتجون الأتقياء لجعل هذه الأحاديث بأسانيدها. طبعا أسانيد الأحاديث في ذلك الزمن كانت نوع كرامة، أن يتصل اسم الشخص بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يضعونها عند الفسقة فيكونون كمن يقلد الخنازير عقود الدرر واللآلئ. فقال له: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. فأشهر سكينه هذا الشاب وقال: تحدثني أو أجرحك. فقال له: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وحدثه ونزل عند رغبته، لكن بأي شيء حدثه؟ بحديث فيه توبيخ وتقريع له: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا وعي، مثل قول تعالى: اعملوا ما شئتم، والله سبحانه وتعالى سيجازيكم ويحاسبكم. فرمى سكينته ورجع إلى منزله. أثر فيه هذا الحديث وهذه الموعظة من المحدث، ورجع إلى منزله فقال:
فقام إلى جميع ما كان عنده من الشراب فهراقه، يعني أراقه، وقال لأمه: الساعة أصحابي يجيئون، فأدخليهم وقدم الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب، خبريهم أن حالي قد تغير. هذه مسألة مهمة، ينبغي أن يعرف قرناء السوء أن حال صاحبهم قد تغير. ينبغي أن تعرف الشلة أن هذا الشخص لا طريق له معهم. ينبغي على التائب أن يؤيس قرناء السوء الذين كانوا معه، لازم لا بد أن يؤيسهم، يجعلهم يصابون باليأس منه، لأن بقاء الأمر معلقا وهو يخفي حاله الجديد خطير جدا عليه، لأنهم سيعاودون الكرة ويحاولون إعادته مرة أخرى إلى ما كان عليه. لكن إذا كان من البداية صار التصريح بالتغيير لم يكن هذا مؤثرا فيهم، ومضى من وقته إلى المدينة، فلزم مالك بن أنس فأثر عنه، ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة، فما سمع منه غير هذا الحديث. وعدد من السلف رحمهم الله تابوا بمواقف، مثل فضيل بن عياض الذي تاب عندما سمع رجلا يقرأ القرآن في الليل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فلما سمع قال: بلى يا رب قد آن، فرجع. وكان يتسلق جدارا ليصل إلى امرأة يفجر بها، وكان يخوف الناس المسافرين في طريق السفر، لأنه كان يقطع عليهم الطريق. وفي سيرة مالك بن دينار قيل: دخل عليه لص فما وجد ما يأخذه، فناداه مالك بن دينار، وكان زاهدا ما عنده ممتلكات في البيت، ما عنده كماليات، أطق من الحلي والمجوهرات، خزينة نقود، ما كان عنده في البيت أشياء يريدها اللصوص. فناداه مالك وأحس به، أحس باللص في الليل، قال: لم تجد شيئا من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ فاستحي اللص، قال: نعم. قال: توضأ وصلي ركعتين. ففعل، ثم جلس وخرج إلى المسجد. فسئل مالك بن دينار: من ذا الذي خرج من عندك؟ قال: جاء ليسرق فسرقناه. وسبق كما قلت لكم في تلك المحاضرة الكلام بتوسع عن موضوع، أو بشيء من التوسع عن موضوع الهداية. وننتقل أيها الإخوة الآن لدراسة بعض الحالات التي اهتدى فيها بعض الأشخاص. أمثلة واقعية لقصص وحوادث حصلت كانت سبباً لهداية بعض الأشخاص، ونصل من خلالها إلى بعض التوصيات التي تهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ونعود إلى النقطة التي ذكرناها في البداية، وهي أن الهداية تأتي أحياناً من الله سبحانه وتعالى دون سبب من شخص، ما يكون هناك شخص، لكن شيء يحدثه الله في نفس المهتدي. فالله سبحانه وتعالى يهدي أناسا بأحداث يجريها، ليس لأحد من الدعاة فيها دور ولا حتى سبب. والتمعن في هذه النقطة مهمة حتى لا يغتر الدعاة بأنفسهم أو يظنوا أن الهداية لا بد أن تأتي عن طريقهم، لا، إنهم أحيانا يعملون ويعملون يريدون هداية شخص ولا يهتدي، وأحيانا يفاجؤون بأن فلان قد اهتدى
مع أن أحدا من هؤلاء الدعاة لم يحتك به مطلقا، ذلك ليعلم هؤلاء أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، قد تكون بسببهم قد تكون بسبب آخر ليس عن طريقهم، الهداية من الله. ما هم أي الدعاة إلا مجرد أسباب يجري الله على أيديهم الخير. ومن الأمثلة على أن الهداية التي يكون فيها التي تأتي بعض الناس ولا يكون لأحد من الدعاة فيها شيء، لو سألنا بعض المهتدين المستقيمين قلنا لهم ما سبب هدايتك، وسلف في البداية قلت لو أن بعضكم يعود بذهني إلى الوراء ممن هداه الله واستقام ويتذكر السبب الذي غير حياته ونقله من معسكر أهل الفسق إلى معسكر أهل الإيمان والتوحيد، هذا السبب التملي فيه مهم، يزيد الإنسان إيمانا، ولكم أن تكملوا به ما سأقول وتكتبوا ذلك. أحيانا يرى الشخص رؤيا أو يقع له حادث أو يمرض مرضا ويتغير وينقذ بهذه الحادثة ويهتدي، لا في داعي يقترب منه ولا إنسان ناصح تكلم معه ولا أحد وعظه، تغير الرجل من تلقاء نفسه، هذا موجود في الواقع، تغير بفعل هذه الرؤية التي رآها أو هذا الحادث العنيف الذي حصل له أو المرض الخطير الذي أصابه. لكن ما مهمتنا نحن الدعاة لله عز وجل عند حصول هذا الشيء؟ لنا مهمة وعلينا واجب، وهي أن نسعى لتعميق وتحصيل لتعميق وتأصيل ما حصل لهذا الرجل بالعلم النافع والصحبة الطيبة واستمرار الوعظ. فإذا رأيت رجلا قد اهتدى تأثر من شيء لا سبب لك فيه ولا تدخل أحد من الناس، علمت عنه الله سبحانه وتعالى قدمها فرصة، فرصة لك أنت، وتخطى الله وتخطى هذا الشخص بفضل الله، تخطى هذا الشخص بفضل الله العقبة الأساسية، لأن الانتقال حصل، الإكمال أسهل الآن لأن الرجل تغير حاله. فوظيفتك إذن أنت المتابعة، رجل يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى وسط طيب. صحيح النقلة الأساسية حصلت، النقلة الأساسية حصلت، فضل من الله ومنه، ليس لي ولك ولا لأحد من الدعاة ولا لأي أحد من طلبة العلم أو الوعاظ شيء، فضل فيه البتة، النقلة حصلت، لكن يجب علينا المتابعة في حال هذا الشخص، لأن التأثير أحياناً لا يستمر، يكون تأثيراً مؤقتاً إذا لم يتابع الرجل أو لن تتابع المرأة هذه من قبل صاحبات طيبات، تعود إلى الانتكاس مرة أخرى. ولأخذ بعض الأمثلة التي أرسلها لي بعض الإخوان من حوادث واقعية في هذه النقطة. يقول: كان هناك رجل قريب لي وكان يدخن ولربما أنهى علبة أو علبتين في اليوم الواحد، وكان تاركا للصلاة، وبينما هو في أحد الأيام كان يغسل أرضية منزله بمادة كيماوية فلاش، استنشق رائحة هذه المادة فخرج من صدره وهو يسعل مادة سوداء من أثر الدخان أو هذا الدخان تدخين، وبعد أن رأى ما رأى أعطى لنفسه أن لا يدخن بعد ذلك، يعني عهدا أن لا يدخن بعد ذلك، قطع على نفسه عهدا أن لا يدخن بعد ذلك، ثم رجع إلى الصلاة وصلى مع الجماعة وأعفى لحيته وهداه الله. من الذي سبب لهذا الشخص هذه الحادثة
أن يغسل بمادة كيماوية وتؤثر فيه فيسعر نتيجتها ويعرف ضرر التدخين ويتركه، ثم ينتقل لما هو أهم من أداء الصلاة، إنه الله عز وجل، ليس لداعي فضل في ذلك. وهذا شخص يقول: قد كنت شابا من شباب المعاكسات، وإذا بصديقي يدخل السجن بسبب المعاكسات، وأخبروني بأني سأكون بعده، ففكرت بفكرة وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة، أشرطة الغناء، شرطة الغناء التي تكون دليلا على أنه من المعاكسين، وهي رمي جميع الأشرطة من السيارة وشراء أشرطة قرآن حتى لا يشكوا في أمري، إذا فتشوني ما يشكوا في أمري، وأبعد الشبهة عن نفسي بأشرطة القرآن. وإذا بي أسمع في أشرطة القرآن هذه، لأنه الآن يتظاهر بالصلاح، وإذا بي أسمع سورة يوسف في أحد الأشرطة، وكانت تلك أول مرة أسمعها في حياتي، وكيف أنه عرض عليه الزنا ولم يرضى، فبكيت كثيرا وعزمت على أن لا أعود إلى ما كنت عليه من السوء، والتزمت بالدين، وهداني الله سبحانه وتعالى. أنت الآن يا إخواني انظروا إلى المدخل، قضية الهداية هذه من عجائب، من عجائب الله سبحانه وتعالى في خلقه. هذا أتى بالأشرطة يكون تغطية، فكانت الأشرطة سبب الهداية. وآخر يقول: أعرف شخصا كانت هدايته أن صار في مأزق نظرا لمعصية اقترفها، كانت هذه المعصية كفيلة بذهاب وظيفته، فالتجأ إلى الله لجوءا صادقا بعدما كان بعيدا عن الله. يعني الله عز وجل يقدر على شخص أن يمر بأزمة وضائقة، وهذه الأزمة والضائقة تكون سببا في هدايته، فالتجأ إلى الله لجوءا صادقا بعدما كان بعيدا عن الله، وقال في دعائه: لئن أنجاني الله من هذا لأعودن إلى الله وأستقيم. فستره الله وانتهت المشكلة بسلام، من حيث لا يحتسب، ولم يفقد وظيفته، ولم ينفضح أو يفتضح، فرجع إلى الله وصدق مع الله واستقام، وكان ذلك مؤثرا في نفسه. فإذا يكون هذا سببا للهداية، ما يقدره الله على الشخص من المصائب أو الأزمات. مثل بعض الكفار لما دخلوا البحر فلعب بهم الموج وأوشكوا على الغرق، عاهدوا الله لئن أنجاهم، كما حدث لعكرمة بن أبي جهل، خرج هاربا من النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، فدخل البحر فأوشك على الغرق ولعب به الموج، فحلف إن أنجاه الله أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم، أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فيدخل في الدين ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بالفعل ما حصل، أنجاه الله، عرف أن الله حق وأنه هو الذي يرجع إليه في الأمور، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافرا، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر يقول: أعرف شخصا كان والعياذ بالله من أسوأ الشباب الفاسق، وذات ليلة من الليالي عمل حادث فأنجاه الله بأعجوبة، فكان هذا سببا في هدايته، وأبعد بعد ذلك شنطة بها 300 شريط غناء أتلفها، فسبحان الهادي. وقلت سابقا إن بعض الناس يريهم الله رؤى في المنام تكون سببا لهدايته، قد يرى يوم القيامة قد قام وأن الناس بعثوا من القبور، أو يرى نفسه في القبر ونحو ذلك من الأشياء فيفزع، فتكون تلك الرؤية تنبيها من الله عز وجل ودافعا له للعودة والتوبة. يقول هذا الأخ: كنا جلوسا ذات يوم أنا وأهلي بعد صلاة الظهر،
وكان أخي نائما نائما وبينما كنا كذلك إذا بأخي ينتفض ويرتعش ويعرق وهو لا يزال نائما، فلم نعرف ما أصابه، فأرقنا عليه الماء وحملناه إلى سريره، ولكن حاله لم تتغير من الاضطراب والانتفاض والعرق، فحملناه للمستشفى ظنا منا أنه مريض. ولما صار في السيارة استيقظ وقال أرجعوني إلى البيت لست مريضا. وبعد فترة سكنت نفسه وذهب ما به، وعندما سري عنه سألناه ما به فقال إنه قد رأى في المنام النار وأشياء من الأهوال، فخاف منها خوفا شديدا، فلذلك ظهر عليه ما ظهر وهو في النوم. وبعد هذه الرؤيا استقام أمره وتغير عن حاله بعد فسقه ورجع إلى الله. هذه أمثلة من حوادث واقعية من الله عز وجل مباشرة، لم يكن فيها سبب بشري. وواجبنا كما قلت أيها الإخوة أن نسارع باحتضان مثل هؤلاء الأشخاص. يقع لأحدهم حادث في سيارة، قد يموت من معه من رفقاء السوء وينجو هو، أو يموت صاحب له تربط به علاقة قوية بإبرة مخدرات ويفارقه ذلك النديم، فتحدث له صدمة ترشده وهزة توقظه فيرجع. ينبغي المسارعة، وإذا رأى الإنسان حالة من هذا، حادث حصل أمامه، يسارع بالموعظة. الآن الضرب على الحديد وهو ساخن، طرق الحديد وهو ساخن يطوع الحديد ويؤثر فيه فيتشكل، ولذلك الموعظة عند الحادث بعد الحادث مباشرة. عند المرض الشخص يكون في حال من التأثر الشديد، وهنا تكون النصيحة لها موقعها. يصاب بمرض شديد، يدخل المستشفى إلى غرفة الإنعاش، إلى مرض خطير، إلى تقارير طبية سيئة، إلى كلام عن احتمال الوفاة. يتغير الشخص ويعاهد ربه على عدم العودة إذا كتبت له الحياة. هنا يحتاج إلى زيارة وتذكير وإحاطة به بعد خروجه. ويكفي الحالة التي يكون عليها هذا الشخص أو من أصابه حادث لكي يكون الوقت مناسبا جدا للنصح. كنت أسير مع صديق، مع أخ لي في سيارته في أحد الطرق السريعة بقرب المدينة، وبينما نحن نسير من الجانب الآخر كانت هناك سيارة قادمة مسرعة، وفجأة خرجت السيارة عن مسارها ودخلت في الجزيرة التي هي بين الشارعين الرئيسيين، وتقلبت عدة قلبات وارتفع الغبار وغطى مكان الحادث، ما عدنا نرى شيء مطلقا من الغبار المنبعث، إلا أنني رأيت باب السيارة يتقلب حتى وصل لأسفلت الشارع، وإطار من إطاراتها يمشي حتى عبر الشارع وخط المساندة ودخل في الرصيف المقابل. فأسرعنا إليهم، فلما انجلى الغبار رأينا 4 أشخاص يخرجون من نوافذ السيارة وهم الذين كانوا بداخلها. لطف الله بهم لأن الرمل ثبت السيارة بعد تقلبها، فثبتت وصار سقفها إلى الأسفل وعجلتها إلى الأعلى،
وهم يخرجون كالمتسللين من هذه الشبابيك مكسرة الزجاج. ما هي العلامات التي كانت على وجوههم؟ القترة والغبار وجروح وخدوش، وهذا يعرج وهذا يئن من الألم. فجلسوا على حافة الطريق وهم مستغرقين في الدهشة، لأن الحادث أيها الأخوة إذا صار في ثواني يفاجأ به الشخص أيما مفاجأة. وكان هناك صوت شريط بالغناء لا ينبعث من السيارة، لا زال يعمل. فلما رأنا هذا الشخص أقدمنا عليهم، قال سكر هذا الله يلعنه الموسيقى، يعني تدارك الأمر، يعني استحيا، وكأنه عرف أننا ربما سنقول له تصور لو كانت نهايتك في هذا الحادث على سماع هذا الشريط. المهم أن تلك اللحظة ولو كان فيها أفسق الفساق في الغالب أنهم يفتحون أذانهم. والآن هذه لحظات مواساة، قد لا يكون من المناسب أن ينزل عليهم الشخص بالتقريع والتوبيخ، هذه حالة مواساة، لكن يكون معها شيء من التذكير والوعظ، ويقول الإنسان مثلا لهم ربما كان هذا نذير من الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه فرصة لكم تعودوا إلى الله ونحو ذلك. المهم أن تلك اللحظات ينبغي أن تستغل. هذا هو الدرس الكبير الذي نخرج فيه من هذه المسألة. عيادة المريض الكافر مشروعة، يدعى إلى الله. عاد النبي صلى الله عليه وسلم كفار في حال مرضهم، وكتب لبعضهم الهداية على يدي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الحال حال تأثر. ومن الأشياء التي يكون هناك فيها سبب من قبل أشخاص حالات كثيرة، وهذه الحالات تنبئ عن أمور ينبغي الاهتمام بها من قبل الدعاة لله عز وجل. يقول هذه قصة رجل كان منهمك في المعاصي، وكان يعمل في أحد المقاهي، وكان يعرف نساء فيحضر لهن رجالا للزنا، وهو يفعل الفاحشة كذلك، حتى أصيب يوما بمرض فابتعد عن العمل وابتعد عن المقهى، وكان لا ينام الليل. وفي يوم دعاه شخص من الساكنين معه إلى الصلاة، فذهب معه لصلاة العشاء، وبعد الصلاة قام أحد الدعاة الله سبحانه وتعالى بإعطاء الحاضرين بعض الرسائل الإسلامية الصغيرة، فأخذ منها رسالة فوضعها عنده. وفي يوم من الأيام في ليلة لم يأتيه النوم فيها، قام فورأى هذا الكتاب فأخذه ليقرأه، وبعد قراءته أحس براحة تامة، واستمر كذلك يقرأ الكتب النافعة، واتجه إلى الله سبحانه وتعالى وحفظ القرآن في سنة، ثم ذهب إلى منطقته وتزوج، وهو الآن إمام أحد المساجد في أحد المدن. ما هو الدرس الذي نأخذه نحن؟ أن إيصال الوسائل التي فيها التأثير أمر مطلوب من الدعاة إلى الله. إيصال الأشرطة الطيبة والكتب النافعة إلى الناس مطلوب. صحيح بعضهم يأخذها ولا يقرأها، بعضهم يجامل يقول شكرا شكرا ويأخذ الكتب، لكن ربما يوم من الأيام هو أو غيره يقرأ هذا الكتاب المرمي في البيت، أو هذا الشريط المرمي في السيارة يسمعه. ولذلك ينبغي علينا الجد والاجتهاد في ذلك. ومن الأشياء قراءة الأئمة وأصواتهم بالقرآن وسماع الخطب المؤثرة أو المواعظ أو الدروس من مكبرات المساجد. بعض الناس لا يأذون المسجد، لكن هم في داخل بيوتهم يسمعون قراءة مؤثرة، أو يسمعون صوت شخص يلقي موعظة، يكون هذا الصوت وسيلة لجذبهم. يصاب بهموم وغموم، يطرد من المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة،
أو يصدم بسيارة فيتسبب في حادث كبير، أو أبوه يطرده من البيت، يبحث عما يزيل الهم والغم وينهمك في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام وشرب الدخان وتعاطي المخدرات هربا من الواقع. من الأشياء قراءة الأئمة وأصواتهم بالقرآن وسماع الخطب المؤثرة أو المواعظ أو الدروس من مكبرات المساجد. بعض الناس لا يأذون المسجد لكن هم في داخل بيوتهم يسمعون قراءة مؤثرة أو يسمعون صوت شخص يلقي موعظة، يكون هذا الصوت وسيلة لجذبهم، يصاب بهموم وغموم، يطرد من المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة، أو يصدم بسيارة فيتسبب في حادث كبير، أو أبوه يطرده من البيت، يبحث عما يزيل الهم والغم وينهمك في سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام وشرب الدخان وتعاطي المخدرات هربا من الواقع، أو يسافر إلى الخارج لكنه لا يجد حلا لمشكلته ولا يزداد إلا هما على هم وغما على غم، ثم يعرض له نور وباب خير ينفتح فيستمع لقراءة خاشعة من إمام المسجد على الطريق، أو يسمع شريط قرآن فيكون هذا من أسباب التأثر والهداية. يسمع قراءة إمام خاشع في صلاة التراويح يبكي والناس خلفه يبكون، يدعو والناس خلفه يؤمنون، يتأثر ويخشع ويجهش بالبكاء ويتأسف على أيام الضياع، ويوقف سيارته على جانب الطريق ويخرج علبة السجائر وأشرطة اللهو والباطل ويكسرها ويحطمها ويتلفها، وتكون هي نقطة الانطلاقة في درب الاستقامة. إذن ينبغي على الأئمة والخطباء، ما هو الدرس؟ ينبغي على الأئمة والخطباء الاعتناء بعملهم، يعتني بالحفظ، يعتني بالقراءة، يعتني بالتجويد، بالخشوع في الصلاة، لأن وراء أناس يمكن أن يهديهم، أن يهدي الله بعضهم على بتلك القراءة. خطيب الجمعة كم عليه من المسؤوليات؟ هذا المنبر ينبغي أن يعطى حقه، ينبغي أن يتقن العمل، لأنك أنت في موقع المسؤولية، يسمعك أشخاص قد يهديهم الله سبحانه وتعالى بسبب خطبتك. فما أشد تقصير الخطيب الذي لا يحضر للخطبة، والإمام الذي لا يهتم بالإمامة ويغيب عن المسجد ولا يهتم بالحفظ فيكرر عليهم دائما آيات ربما لا تقع منهم موقعا لما يرونه من عدم حفظ، لما يرون من عدم حفظ إمامهم. فهذه من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها. الهداية تكون أحيانا نتيجة، هذا عامل آخر من العوامل، نتيجة لصلابة المواقف. أحد الناس يتوب إلى الله وهو يرى مسلما يعذب ويموت شهيدا ثابتا على الحق فيؤثر هذا في نفسه. رجل يتقدم لخطبة فتاة ولكنها ترفضه لأنها مصرة على رجل ملتزم، فهنا يحدث في نفسه شيء، لماذا تصر هذه على رجل ملتزم؟ لماذا ردوني؟ لماذا لا أكون ملتزما؟ الصلابة في المواقف تكون من نتيجة أو من أسباب الهداية. أنتم تعلمون قصة أم سليم مع أبي طلحة الذي تقدم لخطبتها فرفضت البيضاء والصفراء، رفضت الذهب والفضة، وقالت مهري الإسلام، إن تسلم فذاك مهري. ما في امرأة كانت أشد أكثر بركة في زواجها وفي مهرها من هذه المرأة رضي الله عنها، فكان تصميمها على موقفها وصلابتها في الحق وتأكيدها عليه هو سبب إسلام أبي طلحة، لأنه ذهب وأسلم بعد هذا الموقف. الموعظة من أكبر أسباب الهداية، الذي
يفتح الله عليه فيحسن الوعظ ويعرف المدخل إلى القلوب. يتمعن، هذه مسألة أيها الإخوة تحتاج إلى تمعن، في الآيات التي يكون فيها وقع شديد على النفوس، في الأحاديث التي فيها تذكير. القرآن كله لا شك حكم، كله مفيد، ما في شيء في القرآن غير مفيد أبداً، كلام الله. لكن في آيات تؤثر أكثر من آيات لا شك، والآيات التي فيها مثلاً ذكر الجنة والنار أو موقف الحساب تؤثر أكثر من الآيات التي فيها ذكر مثلاً أحكام التيمم والوضوء وقسمة المواريث ونحو ذلك، ولو أن تلك قد تكون سبب في الهداية. يمكن بعض الناس الذين يدرسون الاقتصاد أو الأشياء المالية إذا تمعنوا فيها، أو بعض الأطباء إذا تمعنوا في آيات التي تصف الجنين في الرحم قد تكون سبب هدايتهم. لكن أقول عادة الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار والموقف الحساب إذا انتقيت وقرئت بطريقة خاشعة من قلب صادق، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما اهتدى بعض الناس بحديث البراء بن عازب في عذاب القبر، في تفصيل عذاب القبر وفتنة القبر، اهتدوا من هذا الحديث بسبب قراءة الحديث عليهم. فانتقاء هذه الأشياء، الوعظ الذي يخرج من القلب من أكبر الأشياء التي تسبب الهداية. ولذلك من الأشياء التي من النوادر التي يذكرون عن بعض الناس الذين لا يفهمون أنه قرأت عليه آيات كثيرة في بعضها ذكر الجنة والنار وأشياء ما تحرك، ولما مر قرأ قارئ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى قعد يبكي، قال يعني أذى. طيب، فإذا بعض الناس عندهم خلل في الفهم، ولذلك انتقال أشياء لهم مهم. وفي بعض الأحيان يتأثر الأعاجم من تلاوة آيات القرآن مع أنهم لا يعرفون العربية. هذا من تأثير القرآن ومن عظمته. ذكر أحد الدعاة الله سبحانه وتعالى أنه سافر مرة على باخرة من مصر إلى نيويورك، والرجل هذا لم يكن ملتزما بحق، لكن فيه خير، فيه شيء من المعرفة بالدين والحرص على الدين، مع أنه لم يكن كامل الاستقامة وقتها. قال وكنا مجموعة قريب من 20 شخص، كلنا مسلمون أو في وسط 100 وكذا من الكفار. قال فخطر ببالي أن نقيم صلاة الجمعة على ظهر السفينة، وأنا لا أتحدث الآن عن حكم إقامة صلاة الجمعة على ظهر السفينة في السفر البحري، لا، أروي لكم القصة التي فيها يهمنا العبرة منها. قال فاستأذننا من قبطان السفينة فوافق، وكان في المدينة في السفينة عمال نوبيون مسلمون، فاستأذننا لهم في حضور صلاة الجمعة معنا، فأذن لهم لمن لم يكن مشغولا منهم في نوبته، وفرحوا لأن تلك كانت هي أول مرة يحضرون فيها صلاة الجماعة الجمعة منذ سنين طويلة. قال فاجتمعنا وقمت فيهم خطيبا، فخطبت بهم بما تيسر وقرأت بعض آيات القرآن، ثم أقمنا الصلاة وصليت بهم صلاة الجمعة. ووقف الركاب الكفار في السفينة أغلبهم يحيطون بنا وينظرون بدهشة إلى ما نفعله. فلما انتهينا من أداء الصلاة جاءوا يهنئوننا على نجاح القداس، ظنوا المسألة مثل مسائل النصارى أنه قداس، فشرحنا لهم المسألة. ثم جاءت امرأة كبيرة ذات ملامح أوروبية وجاءت تهنئنا بشدة على نجاح القداس وعلى بلاغة القسيس الذي ألقى
الكلمة، فشرحنا لها أنه لا يوجد في الإسلام قسيسين، وإنما هو الإمام الذي يخطب أو يصلي بالناس. فقالت: ليس الذي أثر في هو الذي أثر في جدا من موقفه، أن هناك، تقول أنني سررت بالكلام، لكن كانت هناك مقاطع معينة في كلامه شعرت أن لها وقعا خاصا في النفس، وتأثرت بها حتى بكيت. إنها مقاطع تختلف عن بقية كلامه، كأنه شيء روحاني. طبعا هي كافرة، تعبر عما يعني عما في ذهنها. قال: فلم يكن اندهاشنا من تأثرها، لكن كان اندهاشنا عندما تفكرنا في معاني معنى ما تقول، وما هي الأشياء التي لفتت نظرها وأثرت فيها إلى حد البكاء في الكلام، ثم تفطنا إلى أنها تقصد الآيات القرآنية التي كان الخطيب يريدها والتي قرأها الإمام في الصلاة. إذن ممكن بعض الأعاجم يتأثرون من سماع الآيات لعظمة هذا القرآن، ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا درس يؤخذ من هذه القضية، وهي أهمية إعلان الشعائر الإسلامية. لماذا تجب الهجرة إذا لم يستطع الشخص إظهار الشعائر الإسلامية؟ لكثير من الفوائد والحكم، ومن الأمور التي ينبغي على الدعاء الاهتمام بها إظهار الشعائر التعبدية، إظهار الأشياء في الأماكن المفتوحة والعلنية. فمثلا صلاة العيد تؤثر في الناس، صلاة الجمعة ذلك الحشد العظيم يؤثر في الناس. فكونك تقوم وتصلي جماعة في المطار ونحوه، هذه دعوة صامتة لتراك الصلاة أو للفسقة أو لمؤخري الصلاة عن أوقاتها أن يقوموا معك. هو متقاعس عن الصلاة، لكن لما رآك تؤدي الصلاة قام معك. صلاتك في الطائرة إذا كان لا يمكن الصلاة في المطار، الصلاة في الطائرة، كونك تقوم وتأخذ بطانية من هذا المخزن في علو السقف وتبسطه على الأرض وتقيم تؤذن وتقيم الصلاة، إنك توقظ في إحساس أولئك الركاب القيام للصلاة وأهمية ذلك، فتراهم يقومون يصلون معك أو يقومون بعدك يصلون نظرا لصغر المكان. من الذي أوقظ فيهم هذه الحاسة؟ إنه الفعل المبارك بإعلان الشعائر التعبدية. الأذان كان سببا في دخول ناس في الدين من الكفار، عندما يكون أذانا خاشعا شيء يلفت نظرهم، يلفت نظرهم. وهكذا أيها الإخوة، يكون إعلان الشعائر التعبدية من أسباب جلب الناس إلى طريق الهداية، فهذا درس مهم للدعاة إلى الله عز وجل. وكذلك من المسائل المهمة إظهار أحكام الشريعة، التمسك بأحكام الشريعة. هناك فتاة أمريكية تعيش في أمريكا، في إحدى المدن الجامعية في أمريكا، أسلمت وهداها الله عز وجل وارتدت الحجاب. بأي سبب كان ذلك؟ ذكرت أنها كانت تعمل على آلة الحساب في محل المحاسبة، قبض النقود، وأنها كانت ترى بعض النساء يأتين للشراء من المحل وهن في حجاب كامل لا يظهر منهن ولا شيء، وأن هذا المظهر كان منظرا غريبا جدا في ذلك المكان. وفي يوم من الأيام دعت إحداهن وهي تحاسب، قالت: ما هذا الذي ترتدينه؟ ولماذا ترتدينه؟ فشرحت لها أنها امرأة مسلمة، وهي زوجة أحد الطلاب الذين يدرسون في تلك المدينة الجامعية، وأنها مسلمة والإسلام يفرض عليها الحجاب، والله أوجب الحجاب سترة للمرأة وصيانة لها إلى آخره. فكان هذا شيئا قدح في نفس تلك المرأة الكافرة الإعجاب بهذا الدين. قالت: فرجعت إلى بيتي وأخذت قطعة طويلة من القماش فغطيت بها رأسي وارتديت معطفا ذا كم طويل، فأعجبني منظره.
ذهبت بعد ذلك إلى مركز إسلامي قريب لأسأل عن هذا الدين وما مكوناته وما هي شعائره، فاطلعت وقرأت حتى اقتنعت ودخلت في الدين والتزمت بالحجاب. ما هو السبب؟ إنه ذلك التمسك بأحكام الشريعة التي قامت به تلك المرأة في ديار الكفر. فوعجبي من الذين إذا ذهبوا بزوجاتهم إلى الخارج يأمرونهن بعدم ارتداء الحجاب، ويقولون نخشى من الاستهزاء، نخشى من السرقة، نخشى من السخرية، يصورون على أننا من كوكب آخر، يفعلون ويستهزئون. الحجاب في تلك البلاد سبب لاهتداء بعض الكافرات، وهذا المسلم يأمر زوجته المسلمة أن تخلع الحجاب في الخارج، مع أنهم لا بد أن يناقشوا في سبب ذهابهم إلى تلك البلاد وما مشروعية ذلك. ومن أسباب الهداية أيضاً أيها الإخوة احتضان الدعاة إلى الله والصالحين، احتضانهم للمقصرين كما يحدث لبعض الناس عندما يجاوره رجل صالح، سواء يسكن بجانبه في شقة أو فوقه أو تحته في العمارة، فيزوره يمر عليه ويذكره بالصلاة ويهديه أشياء نافعة من الكتب والأشرطة الإسلامية، أو يكون الشخص يدخل الجامعة، بعض الطلاب يدخلون الجامعة وفيهم تقصير وفيهم فجور، فيسكن مع شخص طيب، فهذا الشخص الطيب الداعية من خلال السكن مع هذا الرجل يتأثر به ذلك الشخص ويقتبس منه ويأخذ عنه فيكون سبب هدايته، أو تغشاه مجموعة صالحة يحيطون به، الاحتواء والاحتضان، ويزورونه ويكرمونه ويتفقدونه ويخدمونه. أحد الفسقة سافر إلى بلجيكا لزيارة أحد أقربائه الذي كان على علاقة بالمركز الإسلامي هناك، وخرج من الوسط التعيس الذي هو فيه إلى وسط جديد أحاطوا به في بلاد الغربة، مسلمون يعيشون هناك من الأقليات الإسلامية، ارتاح إليهم وأحبهم وكانوا سبب هدايته. فنؤكد إذن أن قضية الاحتواء والاحتضان من أكبر الأسباب المعينة على الهداية. وأحياناً تحدث الهداية من نصيحة من شخص أصغر من هذا المقصر أو الفاسق وأضعف فيرفض، فيحدث التأثر من الصغير للرفض فيتأثر الكبير، كما حصل لبعض الأشخاص الذي ذهب في سفر ومعه أخواته وأدخل شريط الموسيقى في السيارة والغناء وهو يستمع، فنهرته أخته الملتزمة فلم ينتهي فأعادت عليه فسخر منها، تأثرت لموقفه وفي الطريق حدث حادث وماتت هذه الفتاة الملتزمة. بقيت حسرة في نفس أخيها لما رأى المسألة وصلت إلى الموت، وأن هذه الفتاة أخته ماتت وفي قلبها حسرة لما لم يطعها ولم يستجب لطلبها، كانت تلك الحادثة سبب هدايته. وآخر كان عنده أخ صغير يعلم بحكم الغناء، وأركب معه أخاه الصغير في مشوار وأدخل الشريط يستمع إليه، أخوه الصغير قال علمونا أنه حرام، قال بس اسكت أنت ما تفهم، فأعاد عليه قال هذا حرام لا يجوز، فاستهزأ منه وسخر به، وبعد ذلك هدده قال إذا ما سكت سأقف وأنزلك على قارعة الطريق وأمشي. إن هذه الكلمات الجارحة جعلت الولد هذا الصغير يسكت، لكن كان سكوته بحرقة أنتجت دمعة سقطت على خده، فرأى أخوه الكبير هذه الدمعة، فكانت هذه الدمعة
هي سبب هدايته. لما رأى كيف أن أخاه الأصغر صار عنده حرقة ألم للرفع حتى أدى به ذلك إلى دمع العينين إلى البكاء، عرف تقصيره وعرف خطأه. فالمهم أن ننصح ولو كان المنصوح أكبر وأعلى في الدنيا، فإن ولو رد، لكن ربما يكون تكون هذه نقطة لتكون في المستقبل مع غيرها سببا للهداية. من الأمور أيضا والحوادث التي تقع أن يرجع المهتدي إلى أصدقائه القدامى بالنصيحة، ينتقي منهم واحد وراء واحد، ما يرجع ليدخل فيهم وينتكس كما يقع لبعض الناس، مجرد ما يهتدي يعود إلى أصدقاء القدامى ويعاشرهم ويدخل معهم يجلس معهم في مناسباتهم، وربما يلعب الورق وربما يسكت على سماع الغناء ويقول هذا تأليف قلوب في سبيل الدعوة، هذه منافذ شيطانية وكلام فارغ. إما أن يكون المكان مهيأ لك لأن تدعو، أو تقول على أقل كلمة الحق وتمشي إذا ما استجابوا وأسكتوا صوت المنكر أو كفوا عن المنكر، وإلا لا تذهب إليهم وتخالطهم على فسقهم وتسكت عن المنكر. إما أن تذهب وتنكر وتتكلم وإذا لم يصغوا لك تمشي، أو يقفلون الأشياء ويلتفتون إليك ويجلسون للسماع. بعض الأشخاص تابوا لما رجع إليهم بعض أصحابهم القدامى الذين اهتدوا، لأن العلاقات السابقة هي جسر حقيقة للمودة والتقبل، لأن مهما كان هذا كان بينك وبينه علاقة، أنت اهتديت وبقي على ضلاله، لكن في علاقة سابقة، العلاقة السابقة هذه تكون جسر تعبر أنت عليه. هذا شخص يقول، أحكي باختصار شديد قصة توبتي ورجعتي إلى الله. كنت أستعمل المخدرات في فترة مضت، ثم حصلت علي بعض النوائب التي لا يحسن ذكرها، ثم أخذت أبتعد عن المخدرات شيئا فشيئا. وفي يوم من الأيام مر بي أحد الأصحاب القدامى الذين من الله عليهم بالهداية، وقال لي أذهب معه إلى محاضرة، فوافقت. ثم بعد المحاضرة أخذني بالليل إلى إحدى المقابر في الدمام، وكان فيها أحد الذين دفنوا بسبب المخدرات. وعندما رأيت الظلام الدامس لم أستطع الدخول، فأبيت الدخول ورجعت إلى البيت، وأصبت وكأني أصبت بالصعقة، ثم من الله علي فهداني مع أصحاب لي هم معي في هذا المسجد، طبعا يقصد تلك المناسبة. فهذا رجوع الشخص الذي تاب الله عليه، رجوعه إلى بعض أفراد الشلة، بعض القدامى، عبر جسر التواصل الذي كان موجودا، هذا سبب، قد يكون سبب للهداية، فتح باب خير على هذا الصديق القديم بسببك. وآخر يقول، كنت أبحث عن السعادة فلم أجدها، فنصحني أحد الناس وكان مثلي لا يصلي ولا يعرف اتجاه القبلة، قال لي هل تريد يا أخي السعادة التي كنا نبحث عنها معا؟ قلت نعم، قال الصلاة. فجربت ذلك فوجدت السعادة والإيمان في ذلك فعلا، وكان ذلك سبب استقامتي، وأرسل الله لي هذا الشاب وإخوانه من بعده فنصحوني ودخلت في الهداية. وقد يكون الهداية تكون بسبب المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى يقول، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال هذا الأخ، من خلال نقاشي مع أحد الفلبينيين عن الإسلام، سألت عن اعتقاده بأن عيسى عليه السلام هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فأجابني بأنه لا يؤمن بذلك منذ 7 سنوات تقريبا، وأوضحت له بعض الأمور عن الإسلام وأركان الإيمان، فقال إني أؤمن بهذا أيضا. فقلت له، لماذا لا تكون مسلما؟ فقال، لا أدري كيف أسلم، لم يعلمني أحد كيف أسلم، فعلمته وأسلم في تلك الجلسة والحمد لله. ومن الأمور المهمة أيضا أيها الإخوة، للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يكون عندهم من الفطنة ما يسبب هداية
أناس وربما إسلام بعض الكفار على أيديهم، أن تكون الدعوة في حال وجود مجموعة من المنحرفين موجهة في البداية إلى قائدهم أو كبيرهم، لأن الشلل في الغالب يكون فيهم واحد أقوى شخصية من الجميع، ولو أن هذا الرجل اهتدى فلعلهم أن يهتدوا بهدايته، أو على الأقل ينشق بعضهم عن بعض مما يسهل التأثير عليهم. يقول هذا الأخ: كنا مجموعة من الشباب في الجامعة، حاول فينا عدد من الدعاة الشباب في السكن الجامعي ولم يفلحوا، لم يفلحوا في التأثير علينا، وربما أعزو ذلك لاختلاف الطبائع والعادات، فبقينا على طبائعنا، غير أن كنا نؤدي الصلاة لكننا نرى الأفلام ونسمع الأغاني ونقتني المجلات، وكان يتزعمنا في الجرأة والمعصية أحدنا، وفجأة يهتدي هذا الزعيم بين ليلة وصباحها، فتأثر نصفنا بهذا واجتمعنا على التوبة، وانقسمت مجموعتنا إلى قسمين، فتوفقنا في دراستنا ولله الحمد وتخرجنا، وانسحب النصف الآخر من الجامعة وطردوا بسبب تدني مستواهم الدراسي، فالحمد لله على الهداية والتوفيق. إذن يكون التركيز على هذا الرأس من الأمور المهمة، ولو كان عنيدا فلا، هذا لا يعني أن يترك البقية، لكن لا بد أن يحسب الداعية هذه الخطوة ويعلم مكانة هذا الشخص للبدء به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز كثيرا على زعماء القبائل، وكان يتألفهم ويكرمهم ويبش في وجوههم وهم كفرة، يتألفهم، فإذا هدى الله القائد أو رئيس القبيلة في الغالب تتابعه القبيلة نظرا لطبيعة العلاقة بين زعيم القبيلة وأفراد قبيلته التي كانت موجودة في الأيام الأولى. وهذه قصة أخرى، هذه قصة أخرى فيها عبرة وفائدة أيضا في الدعوة إلى الله. اثنان مختصرة جدا، اثنان أو ثلاثة من الفلبينيين بعدما رأوا اللوحة الخارجية لمركز توعية الجاليات في القصيم بعد صلاة العصر، دخلوا وتعلموا وأسلموا بعد صلاة المغرب، يمشون في الشارع، يمكن يذهبون إلى حفلة، إلى مكان فسق، تمشية، فلبينيين يمشون في الشارع. سبب الهداية رؤية اللوحة، لوحة مركز توعية الجاليات، بعد صلاة العصر دخلوا أسلموا بعد المغرب. إذن الدرس هو أهمية الإعلان عن أماكن مراكز الدعوة والأعمال الإسلامية. أيها الإخوة، إذا كان التجار وأصحاب المحلات التجارية يعملون الدعايات والإعلانات لمراكزهم التجارية، فإن الإعلان لأماكن التوعية وإعلانات الدروس والمحاضرات يجذب من في قلبه خير أو حب استطلاع، على الأقل يأتي من باب حب الاستطلاع ثم يدخل الله الإيمان في قلبه. ومن الأمور المهمة الإحسان إلى المدعوين، إن الإحسان إلى المدعوين في كثير من الأحيان هو سبب للهداية. يقول هذا الشخص: قدمت من مدينة أخرى إلى هذه المدينة للعمل، فسكنت مع زملائي في المنطقة الشرقية، فسكنت مع زملائي وكنت يومها لا أصلي إلا يوم الجمعة، وبعد حوالي أسبوع واحد على سكني مع زملاء هؤلاء وجدتهم يشربون الخمر والحشيش، واليوم الذي لا يوجد به هذه الأمور نشتري كولونيا ونشربها وجلسات غناء وما إلى ذلك، وبعدما انتهت نقودي حصل سوء تفاهم بيني وبينهم، وهذا كثير ما يقع بين أهل الفسق والفجور، لا تدوم مودتهم، وأدركت أني أمشي في نفق مظلم فاستأذنتهم فخرجت من عندهم،
بعدما صار ليس معي سوى 10 ريالات، فنزلت الشارع في حرارة الشمس لا أعلم إلى أين أتجه. وكنت قد سمعت من والدي الذي هو إمام جامع حديثا في خطبة له قصة الذي يريد التوبة، فقيل له اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاذهب. فذهبت أنا إلى منطقة أخرى، حي آخر، نقل من حي إلى حي آخر أو اتجه إلى الحي الآخر. ذهبت مشيا فجلست أمام دكان عقار قبل أذان العصر، وفي أثناء الجلوس مر رجل بسيارته فأوقفها ونزل وقال لي ماذا تريد؟ فقلت أريد صاحب الدكان لأستأجر منه شقة للإيجار، وهي كذبة لأنني لا أعلم ماذا أفعل وليس عندي نقود أصلا. فقال لي معك أحد؟ قلت لا. قال اركب. قلت إلى أين؟ قال لي عندي غرفة مع حمام ومطبخ في بيتي كانت للسائق، فخذها واسكن فيها. فقلت ليس لدي مال. قال لا بأس. فذهبت ووجدتها كما قال، وقال لي هذا البيت وهذا المسجد أمامك. فنمت إلى صلاة المغرب، وعند الأذان قمت فصليت في المسجد، فبدأت حياتي من تلك اللحظة بالتحسن، وأسأل الله الثبات فيما بقي. فإذا الإحسان المادي، الناس بعض الفسقة يكون عندهم حاجة، يكون محتاجين، فلا شك أن مساعدتهم من أسباب هدايتهم. وقد تكون الهداية من التأثر، تأثر بصدق الداعية. لما يلمس المدعو الصدق يكون هذا من أسباب هدايته. قال أحدهم خرجت مرة مع بعض الشباب في رحلة في وقت بين المغرب والعشاء، فقرأوا لنا من كتاب الجنة دار الأبرار، فبكى بعضهم تأثرا فأثر في بكاؤهم أشد التأثير، وذلك أنني أحسست منهم الصدق مع الله عندما بكوا، وأن البكاء لم يكن تمثيلا ولا يمكن تصنعه بسهولة، فأردت أن أكون مثلهم فمشيت على منوالهم وهداني الله. ومن الأسباب أيضا الصبر على أذى المدعوين. يقول هذا الشخص، يقول هذا الظاهر أنه إنسان في مقتبل أمره، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى إخواني المطاوعة، بعد حمدك ربي على هدايتي بسبب موقف، وهو أنني أولا كنت مع شباب ملتزمين ثم كرهت الشباب وانتكست وأصبحت أتكلم على المطاوعة وأسبهم، ولكن بارك الله فيهم بصراحة أقول لك كان عندهم سلاح عجيب وهو سماحة النفس والصبر، وتأثرت فوقفت مع نفسي وقلت لها كيف يصبرون على هذا الأذى؟ إيش البشر هؤلاء الذين أسبهم وأشتمهم وهم يحسنون إلي؟ وكثر الله من أمثال هؤلاء المطاوعة، آمين. والمسامحة في الحقوق الشخصية، إذا أخطأ عليك أحد هؤلاء أيضا هو من يكون سببا لتأثره. قال هذا الرجل سبب توبتي أنني كنت في عام 90 وكانت سرقة طيس السيارات وبالذات الكريسيدا موديل 90 منتشرة، فكنت أنا وواحد من رفاق السوق وكان معنا سيارة من نوع كريسيدا، فشاهدنا سيارة 81 فشاهدنا سيارة 90، فوسوس الشيطان بنا فسرقنا الطيس، وإذا بالعصر يؤذن، شوف ترى الأذان سبحان الله. فعدت إلى البيت وندمت وتوضأت وصليت العصر وعدت إلى مالك السيارة ورددت الطيس، وكان سبب توبتي عندما رحب بي ودعاني إلى بيته، وكان بعد ذلك من أحسن أصدقائي. وبعضهم قد يهتدي بسبب سماع مآسي المسلمين في بلدان الاضطهاد، فبعضهم يتأثر مثلا من مناظر المسلمين في البوسنة والأحداث التي تحصل عليهم من الظلم والقتل والاضطهاد والتعذيب وانتهاك الأعراض والإجلاء من البيوت، فيكون هذا سبب من هدايته. وهذا بالتجربة فعلا
يحصل أن بعض الناس يرق قلبه، يرق قلبه من سماع مآسي المسلمين. وهذه من الأشياء التي إذا أحسن الدعاة إلى الله والخطبة استغلالها وانتهزوا الفرصة يكون لها أثر عظيم في الناس. وبعض الأحيان، في بعض الأحيان ييأس الداعية إلى الله، ييأس الداعية إلى الله، يحاول مع فلان ويركز عليه ولكن لا فائدة، ثم تكون الهداية بمثل هذه القصص. يقول أحد الدعاة: كان صديقي القديم كثير المعاصي، عظيم التفريط في جنب الله، فطالما نصحته ووعظته حتى مللت، ثم أني هجرته فترة من الزمن لعله أن يهتدي ولكن بدون فائدة، فضاقت السبل علي ونفضت يدي منه وقلت في نفسي: هذا لا يهتدي حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولكن كانت رحمة الله أقرب إليه مني، ولكن كانت رحمة الله أقرب إليه مني. إذ ذهبت مرة معه إلى خطبة الجمعة فذكر الخطيب حال المسلمين في إحدى البلدان، فبكى الخطيب وأبكى الناس، فما خرجنا من المسجد إلا وقد انقلب رأسا على عقب، بل إنه قال: أريد أن أذهب وأجاهد معهم، وقد صب عليه البلاء، ولكنه لم يزدد إلا إيمانا وتسليما ولا أزكي على الله، فالحمد لله الذي كان أرحم بعبده هذا مني. ومن الأشياء التي وردت من الإخوان هنا، هذا يقول في قصته: نشأت في أسرة متوسطة الحال، إلا أن قريبي الآخر من الذكور، إلا أن ترتيب الآخر من الذكور مما جعلني أنشأ بعض الشيء بعيدا عن الدين والتدين، وتقلبت في التصوف ودخلت عالم الشهوات والمسكرات، وحاولت تعلم السحر عند بعض السحرة، إلا أن الله صرف ذلك عن قلبي وعن نفسي فلم أتعلمه نظرا لمرض عضال ألم بي، وحاولت الصلاة وأن أحافظ عليها، ودخلت المسجد تكرارا بعد أن كنت لا أدخل إلا نادرا، ثم هيأ الله لي طالب علم على علم جيد تعرفت عليه في المسجد فصرت أسير معه، ففتح الله على يدي قلبي لمنهج السلف في الكتاب والسنة والفهم الصالح، فرباني وصبر على شقوتي ومعصيتي، فكم من مرة صرخت في وجهي وشتمت إلا أنه ما زاده ذلك إلا صبرا، فأسأل الله لي وله الثبات والزيادة في الأجر. وهذا يقول: نقطة بدايتي في الاستقامة ولله الحمد كانت منذ 3 سنوات تقريبا، تخللتها بعض الانتكاسات مرتين، ولكن ولله الحمد هذه المرة التزمت مع أصدقاء من الشباب الطيبين بعد أن حججت معهم. إذن هذه قضية الحج والعمرة والسكن بجوار البيت العتيق مع أصدقاء طيبين، هذه بداية تغير كبيرة، ولذلك يحرص عليها وعلى هذا الأسلوب. وصرت أحضر الدروس ولله الحمد، وكان من أسباب التزامي أيضا هو أنني مرضت بمرض معين يعاودني بين الحين والآخر، وأضطر للجلوس في البيت لمدة شهر أو شهرين لا أرى أحدا، فكان هذا أبعد لي عن قرناء السوء في ذلك الوقت، وكانت خيرا لي ولله الحمد، وأسأل الله أن يثبتني وإياك والحاضرين، اللهم آمين. وننتقل الآن إلى بعض الأسئلة. هذا السؤال من النساء: ما حكم إزالة الشعر الموجود في الذراعين والقدمين بالنسبة للمرأة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين، والراجح والله أعلم أنه يجوز لأنه من الشعر المسكوت عنه، فهناك شعر مأمور بأخذه كشعر العانة والإبطين، وهناك شعر مأمور بتركه وهو شعر اللحية للرجل، والشعر المسكوت عنه هذا يجوز أخذه، وهذا مذهب الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، وهو ما يفتي به بعض مشايخنا المعاصرين. يقول: أفطرت يوما في رمضان بسبب المباشرة دون الجماع، فما الحكم؟ الجواب على هذا السائل: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى،
وقضاء هذا اليوم فقط، لا يلزم أكثر من ذلك، لأنه لم يحصل الجماع الذي هو أسوأ المفطرات على الإطلاق. وهذا سؤال من النساء أيضا، ما رأيك بالمرأة التي تتمسك بالرجل الملتزم وتتفاجأ بأنه لا يعرف الحقوق والواجبات التي عليه لزوجته، ويخلط بين حقوقها وحقوق غيرها من أهله، ويقول هذا حرام وهذا حلال وهو غير مدرك لذلك؟ هذا من جهله، إذا كانت صدقت فيما أخبرت به فهذا من جهله. فلذلك ننصح الشباب، وكنت ألقيت آخر محاضرة قبل أن آتي إليكم بعنوان الشاب المسلم على عتبة الزواج، كانت تكملة لمحاضرة أخرى سابقت بعنوان الفتاة المسلمة على عتبة الزواج، كان هذا هو الشق الآخر من الموضوع. ومن ضمن الوصايا أن على الشاب المسلم قبل الزواج أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالحقوق الزوجية، لأن كثير من المشكلات تحدث نتيجة عدم معرفة الحقوق الشرعية، فقد يطالب بما ليس من حقه وقد يمنعها حقا هو لها شرعا بسبب الجهل، وكثير من الناس مشكلتهم بسبب الجهل. مثلا خذ مثالا، لو اختلفت المرأة والرجل على تسمية الولد، فقال وسميه كذا، قالت أنا وسميه أبغى تسميه كذا، الآن وينشب الخلاف وقد تقع الهجرة وتذهب إلى بيتها وتزعل ونحو ذلك. لو كان هناك علم بالشرع وهو أن حق التسمية تسمية الولد، ما رأيكم؟ هل هي للأب أو هي للأم؟ أو إذا كان ذكرا فمن حق الأب، وإذا كانت أنثى من حق الأم؟ تسمية الولد من حق من؟ ليش ما نعدل ونخلي تسمية الذكر للأب وتسمية الأنثى للأم؟ تسمية الولد من حق الأب سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو الذي سيضاف إلى اسمه وينسب إليه، فتسميته من حقه شرعا. لو المرأة تعرف هذا الحكم هل تختلف مع زوجها؟ لو أنها تسلم تعرف الحكم وتسلم بالحكم الشرعي الذي ذكره أهل العلم. فإذا معرفة الحقوق أحكام العشرة الزوجية، هذا الأمر يزيل كثيرا من الخلافات، بل يمنع حصولها أصلا. هذا ما تيسر ذكره من النقاط في هذا الموضوع والأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يجمعنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا الصراط المستقيم. وإلى لقاء آخر، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.